تبتعد السؤال يا ربي. عرفنا بك والله يرحمه وجد على رحمات ربنا هذاك رانا ولدو الكبير والله يرحمه ورضعنا فيه جميعا والله يصبرنا ويصبر جميع المغاربة هما ضاعوا فيه لأنه راه فنان من الخمسينات والربعينات راه ماشي سهل باش عصر ثلاثة الملوك وراه تيتعدى هرم من الاهرامات ديال الفن والله يرحمه ويجد عليه الرحمات والله يبارك فيكم بارك الله فيكم. والايام الاخيره كان دهورت الايام الاخيره دهورت ما ندخلوا الكلينيك ونخرجوا ندخلوا الكلينيك ونخرجوا ثاني ايوا الامر لله ورأى لله ما اعطى ولله ما اخذ. انت اخر مره تلاقيتي معاه شنو قال لك مسكين؟ المره الاخيره كان في كلينيك نيت في اعلان ومشيت وتيصبر فيها انا مولدي راه ما عندي والو وكذا زعما مآمن بالقضاء والقدر ولكن شوف الحكمه ديال الله سبحانه وتعالى هي اللي كتفصل والحمد لله ولله الحمد والشكر. سيدي فاش قالوا لك الاب مسكين توفى كيفاش كان؟ جاتني واحد الصدمه يعني بالنسبه لك كنت عندي مازال امل لانهم عارفوا انك يدخل للكلينيك ويخرج يعني ولكن هذه مرة أخيرا جاتني صدمة يعني قلت لهم واش أنا بصح نيت ما قال لي راه توفى فعلا ولله ما أعطاه ولله ما أخذ بارك فراسك ولله ما نمشي معاك باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.